إذا للحديث عن التطورات في غزة واستمرار العدوان الذي يشنه الاحتلال على المدنيين برا وبحرا وجوا، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود، وينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير والباحث العسكري العميد أحمد رحال. أهلا ومرحبا بكم ضيفين في بانوراما الرافدين. أبدأ معكم أستاذ ياسين، في الأحوال التي نشاهدها والأوضاع التي نشاهدها في قطاع غزة، إلى أي مدى كانت معركة طوفان الأقصى مهمة للفلسطينيين وخصوصا للمسجد الأقصى ولم تكن معركة خارجة كما تصفها إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. منذ بداية طوفان الأقصى أعلنت المقاومة بأن أسباب هذه المعركة كان ردا على جرائم الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى، وكلنا يعلم أن يوم الاحتلال انتهت أعياده يوم 6 أكتوبر وبدأت المعركة يوم 7 أكتوبر. نعم. منذ 16/17/8 إلى تقريبا 6/9 هناك ثلاث أعياد يهودية استباح بها الصهاينة المسجد الأقصى ولم يتركوا طقسا من طقوسهم إلا وفعلوا اقتحامات، صلاة تلمودية، نفخ في البوق، تقديم قرابين نباتية، اعتداء على المصلين، طرد الاعتداء على المرابطات وعلى المرابطين. كل هذا إضافة إلى ما كان يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان واسع، من تضييق على أهلنا في غزة، من حصار شديد على أهلنا في غزة. كل هذا فجر هذه المعركة وجعلت المقاومة ترد على كل هذا لأن للبيت للمسجد الأقصى كما قال أبو طالب. نعم. يوما عندما هاجم أبرهة. نعم. للبيت رب يحميه. نعم. قالت المقاومة بأن للمسجد الأقصى رب يحميه وشعب يحميه ومقاومة تحميه. نعم. ولذلك كانت معركة طوفان الأقصى، ولذلك كانت هذه المعركة مهمة جدا. وأنا أقول لك لولا يعني توفيق الله للمقاومة بقيام بهذه المعركة بمعركة طوفان الأقصى، لربما في هذه الأيام شاهدنا أن المسجد الأقصى قد هدم وأقيم على مكانه هيكلهم المزعوم. هذا ما يخططون له هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. يعني وقبل أشهر قريبة قدم مشروع للكنيسة الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى إلى 30% إلى المسلمين و 70% إلى اليهود. إذن هذا المسجد الأقصى هو في عين الخطر وهو في مهداف الصهاينة، ولذلك جاءت هذه المعركة كما كانت المعركة التي السابقة التي أطلقتها المقاومة وهي معركة سيف القدس. نعم. في عام 2021 ردا. نعم. على مسيرة الأعلام التي كان الاحتلال يخطط بدخولها للمسجد الأقصى وتهجير أهلنا في حي الشيخ جراح. رفع سيف الأقصى وسحب من غمده، وكانت معركة سيف الأقصى التي لقنت الاحتلال درسا وفرقت جموع هذه المظاهرات التي كان المسيرات اليهودية التي كانت يقومون بها. لكن هذا الاحتلال لم يرعوي ولم يتعلم الدرس، فقام في هذا العام في أعياده اليهودية الثلاثة، عيد رأس السنة العبرية. نعم. وعيد الأنوار وعيد عيد العرش وهذه الأعياد كلياتها تؤخذ كسبب وكهدف ويستهدف فيها من خلالها المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات. ولذلك جاء رد المقاومة واضحا وصريحا، ولذلك أطلقت المقاومة على هذه المعركة معركة طوفان الأقصى. نعم. الذي سيغرق هذا الاحتلال وسيغرق هذه الحكومة وسيغرق نتنياهو وزبانيته بإذن الله. طيب. سبحانه وتعالى. سيادة العميد أحمد رحال، أجدد الترحيب بكم. يعني كما تتابعون وتتابع حضرتك، الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين من كتيبة شكيد بلواء قفعاتي، طبعا أحدهم نائب قائد سرية وسقطوا في شمالي القطاع. سيادة العميد، من الناحية الفقه العسكري، ماذا تعني هذه الخسائر اليومية للاحتلال في ظل شراسة المعارك؟
دائما في العلم العسكري يقال ان هناك ثلاث عناصر تحكم مستقبل اي معركه. نعم. مدى قدرتك لمعرفه قدرات العدو، مدى الامكانيات المتاحه لديك، ومسرح الاعمال القتاليه. واضح ان جيش الاحتلال فقد عنصرين اساسيين واخطا بالثالث. نعم. فقد القدره على تحديد امكانيات فصائل غزه وقدرتها على المقاومه وقدرتها على البقاء وقدرتها على الثبات وقدرتها على القتال، ولم يدرك معطياتها، بدليل انه توقع ان رشقات الصواريخ بحدها الاقصى قد تستمر من 3 إلى 4 أسابيع، وان قدرات القتاليه لعناصر الجهاد وحماس يمكن ان تستمر من 5 إلى 6 أسابيع، ونحن نتحدث باليوم 80 للمعركه. العنصر الثاني هو مسرح الاعمال القتاليه. الجيش الاحتلال دخل الى صندوق اسود لا يدرك هذا المكان، لا يدرك كيفية القتال فيه. ودائما ما كنا نقول في العلم العسكري أن حرب الشوارع وحرب العصابات وحرب المدن هي مقتل للجيوش النظامية. أضف إلى ذلك من أن مسرح الأعمال القتالية هو مسرح عناصر فلسطين أو عناصر غزة، عناصر حماس والجهاد الإسلامي تدرك خفايا هذا المسرح. النقطة الثالثة الإمكانيات القتالية لجيش الاحتلال، واضح من أن قادة إسرائيل غالوا كثيرا بتقدير إمكانياتهم، وبالتالي أمام الحقائق ومسرح الأعمال القتالية لا يؤمن بالنظريات ولا يؤمن بالتصريحات، بل يؤمن بالوقائع. وجد من أن هناك حقائق على الأرض، تلك الأعداد من الخسائر سواء بلواء جولاني الذي اضطر جيش الاحتلال منذ 5 أيام إلى إعادة الإنشاء وسحبه للخطوط الخلفية، أو الخسائر بالبشريه او الخسائر بالعتاد والسلاح الذي وقع ب4 فرق عسكريه عززت ب9 فرق. نعم. ب9 الوي عفوا. واليوم هناك حديث عن تعزيز بلواء لجبهه خان يونس. اذا جيش الاحتلال وقع في مازق اليوم، ولا يملك القدره على الاستمرار ولا يملك القدره على الانسحاب. هناك سقف اهداف عالي وضعته القياده العسكريه والسياسيه، وهو في ورطة. يعني عندما يقول أحد ضباط جيش الاحتلال لصحيفة إدارة أحرنوت منذ أسبوع تقريبا، نحن لا نملك خطة الغد. هذا خطأ كارثي في العلم العسكري عندما يكون القتال ارتجالي. وبالتالي هناك مجموعة من الأخطاء وقع فيها جيش الاحتلال يدفع ثمنها اليوم على مسرح غزة. طيب أستاذ ياسين، هناك أحاديث تتناول عن خيار تهجير أهالي غزة، ولكن نسأل هنا، ما خطورة أن يقبل العالم بهذه الخطوة ويصبح خيارا مشروعا يتم كل ذلك تحت ستار المساعدات الإنسانية؟ في البداية ما يجري في غزة من قتل وتدمير وهولوكوست نازي على أهلنا في غزة يتم تحت سمع وبصر العالم كله. نعم. وبتشجيع من الإدارة الأمريكية، فتهجير الغزيين من أرضهم لن يترك أثرا عند هذا العالم صاحب الضمير الميت، لكن أهلنا في غزة منغرسون في أرضهم. أهلنا في غزة لو وقع هذا على أي شعب آخر لرأيت سكان غزة يخرجون منها. لا، لكن احنا شفنا لليوم في شمال غزة أكثر من حوالي 500,000 من أهلنا في غزة لا زالوا في شمال غزة، رغم أن الاحتلال الصهيوني بإجرامه لم يترك حجرا على حجر، وقطع المياه وقطع عنهم الطعام والكهرباء، ولا تصل لهم إعانات إلى شمال غزة. دمرت المستشفيات ودمرت المدارس ودمرت دور العبادة وكل هذا. وأهلنا في غزة علموا لأنهم جربوا. إحنا بتعرف أنه أكثر من 3/4 أهل غزة هم من اللاجئين من أرض 48، فهم لا يريدون أن يكرروا مأساة آبائهم الذين خرجوا من فلسطين. هم منغرسون في أرضهم، وسمعنا على شاشات التلفاز كلهم يقولون نحن لن نغادر أرضنا، سنموت في أرضنا ولن نغادر أرضنا أبدا. ولذلك تهجير وبالمناسبة تهجير الغزيين من أرضهم هذا مخطط قديم، يعني مخطط من تقريبا من الخمسينيات القرن الماضي كان موجود هذا، لكن يعني كانت هناك عدة تهجيرهم إلى سيناء
أكثر من مرة، كان في أكثر من مخطط، لكن أهلنا في غزة صامدون في أرضهم، متشبثون في مقاومتهم، وخلفهم مقاومة تحميهم. هذه المقاومة التي تكبد العدو الخسائر الفادحة وتلقنه الدروس وستخرجه من غزة منكسرا مهزوما ذليلا، هذه لن تسمح المقاومة، كما شعب المقاومة الذي يحتضن هذه المقاومة لن يترك المقاومة لوحدها، رغم يعني عدد الشهداء اليوم قارب 21,000 شهيد، عدد الجرحى أكثر من حوالي قارب 55,000 شهيد، المفقودين حوالي 8,000 مفقود وهم من الشهداء أيضا. رغم كل هذه الخسائر لكن أهلنا في غزة لن يتركوا أرضهم. يضاف لذلك أن الدولة المصرية يعني كما الدولة الأردنية ترفض مثل هذا مشروع التهجير، لأنه سيشكل خطرا على الدولتين. لكن أنا أقول لك شعبنا منغرس في أرضه ولن يبالي بكل ما يحصل له. هذا الشعب الذي يريد أن يعود إلى أرضه في 48 لن يهجر إلى دولة أخرى. سيادة العميد، لو فتحنا نافذة طبيعة العلاقة بين حركة حماس وإيران، حركة حماس رفضت التصريحات الإيرانية التي كانت تقول بأن معركة طوفان الأقصى تأتي ردا على حادثة مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في ظل الفاتورة طبعا الثقيلة التي دفعها الفلسطينيون، ماذا يعني ذلك برأيكم سيادة العميد؟ يعني دائما ما كنا نقول أن كل الأذرع الإيرانية أو كل الميليشيات التي تدعمها إيران توظف من أجل مشروع ولاية الفقيه وتوظف من أجل الهلال الشيعي. اليوم في هذا التصريح الوقح من قبل الحرس الثوري الإيراني باعتبار أن عملية طوفان الأقصى هي ردا وانتقاما على مقتل المجرم قاسم سليماني، هي إساءة للشعب الفلسطيني، هي إساءة لفصائل غزة، هي إساءة للقضية الفلسطينية. حتى حماس مهما تماهى قادتها في بعض الأحيان مع مشروع ولاية الفقيه أو مع إيران، لا يمكن أن تكون هناك 21,000 شهيد وأكثر من 80,000 إصابة وتدمير أكثر من 100,000 منزل وتعطيل الحياة الاقتصادية ووصول غزة إلى صعوبة العيش من قبل سكانها، أن يوظف كل هذا الثمن من أجل مجرم وقاتل هو قاسم سليماني. وبالتالي كان موقف حماس واضح اليوم بإصدار بيان ينفي هذا الأمر. أضف إلى ذلك من أن حماس منذ بداية العملية، منذ بداية عملية طوفان الأقصى، كان هناك يعني عملية غدر بما يسمى وحدة الساحات ووحدة الجبهات وكيف تخلى الجميع عن حماس والجهاد الإسلامي. وبالتالي أنا أعتقد ما بعد غزة هناك شيء آخر بالنسبة لقادة حماس والجهاد الإسلامي. نعم أستاذ ياسين، نبقى في نفس النقطة، تصريحات حماس ونفيها أن تكون المعركة جاءت ثأرا لقاسم سليماني، ولكن هل ترى أن هذه المعركة كانت مهمة بالنسبة لحماس للتأكيد على القرار الفلسطيني؟ بداية منذ انطلاقة معركة طوفان الأقصى تحدثت حماس وتحدثت قادة إيران وقادة محور المقاومة، كلهم تحدثوا بأن هذه المعركة هي معركة قرار فلسطيني خالص لم يشاور به أحد، ولذلك من اليوم الأول حماس لم تشاور به أحد، ولذلك هذه المعركة معركة فلسطينية بامتياز. حماس لا تنكر أن لإيران فضل في دعمها، في دعم كتائبها بالمال وبالسلاح، لكنها لا توظف. حماس ليست ذراع من أذرع إيران، أو لن تكون هي حماس في جيب أحد، هي مستقلة، هي ترحب بكل دعم يأتي لها، لكن قرارها مستقل ومستقل بامتياز. ولذلك رغم دعم إيران لحماس ولكتائب القسام لم تخجل حماس من القول بأن هذه المعركة قرارها في فلسطين جرائم الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وفي أرضنا المحتلة وليس لشيء آخر.
سيادة العميد، في جانب آخر نعود إلى الوضع الميداني في قطاع غزة في ظل الخسائر اليوم، هل تعتقدون أن ألوية قوات الاحتلال قادرة على الاستمرار؟ بمعنى آخر، ماذا يملك مجلس الحرب الذي يقوده نتنياهو من خيارات متوفرة في اليوم 82 للحرب على قطاع غزة؟ اليوم هناك معضلة لدى مجلس القيادة في إسرائيل. هناك انقسام داخل الحزب الحاكم، هناك انقسام ما بين الساسي والعسكر، هناك انقسام ما بين الساسي والاستخبارات، واليوم سمعنا الحديث عن إمكانية تغيير بعض القيادات الأمنية. هناك مجلس الحرب المهدد بالنصف تماما، بالإضافة إلى الأخبار التي تأتي أو الوقائع اليومية التي في مساحة المعركة والتي تتحدث عن إصابات كبيرة، كما تفضلتم بالتقرير، ما يزيد عن 190 قتيل إسرائيلي وما يزيد عن 500 منذ بدء عملية السيوف الحديدية كما أطلقت عليها إسرائيل. وبالتالي الإسرائيلي اليوم في ورطة. هناك سقف أهداف مرتفع، اجتساس حماس، تدمير الأنفاق، تخليص الرهائن، المبادرة إلى قيام سلطة جديدة. لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، بالعكس هناك خروج. حتى بالموقف السياسي وجدنا من أن الدفع السياسي والمعنوي الذي وصل إلى إسرائيل في بداية الحرب فقدته اليوم. ومعظم دول العالم من تقول اليوم ما يحصل في غزة ليست دفاعا عن النفس، بل هي حرب إبادة للشعب الفلسطيني. وبالتالي أمام هذا الواقع إسرائيل في ورطة، هي لا تستطيع الاستمرار لأن خسائرها لا يحتملها الشارع الإسرائيلي، وهي لا تستطيع الانسحاب لأنها تعني هزيمة، وخصوصا أن المعركة أو الحرب تحولت لحرب أشخاص وليست حرب إسرائيلية. اليوم الحرب هي حرب نتنياهو، حرب جالانت، حرب رئيس الاستخبارات الذي يدرك تماما، هؤلاء يدركون تماما في اللحظة التي تتوقف فيها بنادق عن الإطلاق ستكون هناك قاعدة محكمة بانتظارها. وبالتالي هناك ورطة كبيرة لدى قيادة الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن تصريحات نتنياهو الأخيرة هي عملية هروب للأمام، لكن هناك معلومات شبه مؤكدة من أن هناك محدودية الزمن بدأ التضييق على جيش الاحتلال، لذلك وجد المنسوب العالي من المجازر والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال. بمعنى أمام الفشل بتحقيق أي من الأهداف المعلنة أو تقديم أي منجز للشارع الإسرائيلي تنصرف إسرائيل إلى المجازر والجرائم ضد المدنيين وضد المؤسسات والمشافي والمدارس. عبر سكاي من بيروت الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود، وكان معنا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير والباحث العسكري العميد أحمد رحال. شكرا جزيلا لكما.